العيون يعني العيون. أقول لك مرآة الشخص وعينه. نعم، وهي مغرفة الحكي زي ما بيحكوا، مغرفة كل إشي فيها ببين فيها الكراهية، ببين فيها الحب، ببين فيها الحقد، ببين فيها الحيرة، ببين فيها الارتباك، ببين فيها الخوف، كل الصفات بتظهر فيها لأنه العين مرتبطة بالدماغ. فأنت من عين الشخص الإنسان بتعرف كيف بيفكر. فالآن في عندك 4 أنواع من العيون، أنا بحكي من طريقة النظرة اللوك تبعته. الآن في نظرة بتكون ساذجة طيبة، وفي نظرة بتكون خبيثة، أو في نظرة بتكون حادة، في نظرة بتكون أفق بمعنى أو بآخر أنت بتنظر إلى زاوية. فالبنظر بالزاوية بنظر إلى مصلحته، والحادة بنظر إلى الفكرة، والساذجة بنظر إلى مشاعره، والعيون الخافتة بتحس أحيانا بيقولوا إذا بتسمعي في الأمثال إن عيونه كالقرش ميتة. هاي عيونها مش عربية على الأغلب، مش عنا يعني، لأن احنا الإحساس والمشاعر موجود عنا في عالم العربي، وجدانين نميل إلى الوجدانية والعقلانية. نعم، فالعين بتحدد حجم، العين بتحدد يعني مثلا إذا بدك واحد يكون مدقق حسابات جيد جيبي واحد عيون صغيرة، أوعك تجيبي واحد عيون كبيرة، لأن الأخطاء اللغوية والأخطاء الحسابية كثيرة، تكون كثيرة. نعم، المحاسبين الشاطرين على طول زي هم اللي إيش؟ هم صغار. نعم، بالعادة مباشرة فوكس على الخطأ، يعني تجيبي واحد عيون صغار بطلع لك الغلط بعد يعني دقيقتين ثلاث بطلعه.